نتحدث في هذا اليوم عن أحكام فقهية مختصرة عن التيمم بأدلتها الشرعية. سابعاً، قد يوجد الماء لكن الإنسان يتضرر به في بدنه، فمثل هذا يتيمم. لو قال قائل: ما الدليل؟ الدليل كما سيأتي معنا، صنيع عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في شدة برد، وكان البرد شديدا جدا، وكان في غزوة، فخشي إذا اغتسل بعد أن أصابته الجنابة أن يهلك، فماذا صنع رضي الله عنه؟ عدل إلى التيمم مع غسل ما تمكن من بدنه مع الوضوء. فإذا وجد الضرر في بدن الإنسان، الماء موجود لكن يتضرر من ماذا؟ يتضرر في بدنه. أو أن الماء موجود لكن يقول: أنا في صحراء، لو توضأت بهذا الماء ربما يصيبني الهلاك، فنقول له: تيمم ودع هذا الماء لشربك، أو معه أهله وخاف عليهم من العطش، أو معه بهائمه والبهائم تحتاج إلى الماء، فإنه لو توضأ نقص الماء وخشي، لابد من الخشية، خشية من هلاك هذه الماشية أو من هلاك نفسه أو من هلاك أصحابه، لأن بعض من الناس ربما يكون مع أصحاب الله ويقول متشددا: لا، لابد أن أتوضأ حتى لو هلكنا. نقول: لا، لأنه يصدق عليكم في هذه الحالة كما قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أو يكون الماء موجودا ولا ضرر على الإنسان في بدنه ولا في أهله ولا في بهائمه، لكن الماء يباع وهذا الثمن يحتاج إليه الإنسان لمعيشته أو معيشة أهله، فنقول حتى لو وجد الماء فنقول ماذا؟ تيمم. ولذلك عبارة: إذا وجد الماء بطل التيمم ليس صحيح على إطلاقه، قد يوجد الماء ولا يبطل ماذا؟ التيمم. فدل هذا على ماذا؟ على يسر وسماحة الشريعة.